شفت؟ مش قلت لك الراجل ده ما ينفعش معاه تفاهم؟ الراجل ده ما ينفعش معاه غير القتل يا حلا. قتل؟ لا يا انس مش لدرجاتي. والله لما تعملي ايه؟ عمرك ما هتاخدي اللي انت عايزاه من الراجل ده. هو ده اللي ربنا قدرك عليه. طب ما انت شفتي يا حلا لما رحنا حصل معانا ايه؟ خلاص احنا نمشي قانوني. انا اكلم المحامي وهو يتصرف. بالظبط. صح كده. نمشي قانوني. خير يا حضرة، في حاجة؟ أنت شايف اليافطة دي؟ آه، يافطة عيادة مقفولة بقالها سنين. سنين. يا السنين دي أنا كنت فيها في الجنة. نعم. الجنة، مش عارف الجنة؟ جنة مصر يا ابني. الجنة بتاعت مصر. حضرتك، الدكتور ياسر مش موجود من قبل ما أجي أنا أشتغل هنا. غلطان. الدكتور ياسر موجود. هو فين حضرتك؟ أنا الدكتور ياسر آدم. حضرتك؟ أيوة. أهلاً يا دكتور. أهلاً يا دكتور. أنت مين بقى؟ أنا بشتغل هنا بواب. لا، أنت من النهاردة هتشتغل عندي أنا ممرض. اسمع، أنا هديك على كل عيان يخش لي 5 جنيه. 5 جنيه إيه؟ لا، أنا هديك على كل عيان 10 جنيه. 10 جنيه بحالها؟ خلاص استبينا. اي زبون يسال على الدكتور سلامه هجيبه لحضرتك على طول. كويس، يعني انت موافق؟ موافق. يلا بينا. بينا نطلع نفتتح العياده. اتفضل يا دكتور، اتفضل. تفضل يا دكتور، تفضل. يا دكتور ياسر، أكتر من 20 سنة وأنت بعيد عن العيادة، وهي زي ما هي، شايلة جواها كل حاجة، شايلة أيامي وسنيني. هنا كنت بقف أشاور على الحيطان دي وأقول هبيضها وهحط صور هنا، وأجيب كراسي وأحط مجلات عشان العيانين، وأعمل وأسوي. إيه، في العيادة دي كانت بدايتي، وفي العيادة دي برضو كانت نهايتي. إيه ده؟ يا سلام يا دكتور، صورتك حلوة أوي، أنت دكتور صغير. أنت جاي تتفرج على صور؟ سيب اللي في إيدك ده وروح شوف أنت هتعمل إيه. يلا. حاضر. أنت عارفة إن أنا ليا أكتر من سنة وأنا نفسي أخرج معاكي؟ أنا جعانة. أجيب لك سندوتش؟ لا بلاش، أروح أحسن. تروح إيه بس يا كيتي؟ ده أنا ما صدقت خرجت معاكي. والبت أميرة. أميرة؟ طب وربنا ما حصل أي حاجة. ولا يا مراد، ما تلفش عليا، ده أنا لفك. الله، والله العظيم يا كيتي أنت اللي في القلب. طب يا أخويا اللي في القلب، أنا عايزة أروح. طب نقعد شوية. لا ما نقعدش، سلام. استني يا حبيبي، انا اللي هفتح. مدام حالة منير موجودة؟ اه موجودة. خير، في حاجة؟ طب هي مطلوبة عندنا في الاسم.
من ساعة ما عيطت على الدنيا وأنا بهرب من بيت لبيت، عمري ما حسيت بالأمان في أي مكان، مع إن عندي بدل الأم اتنين. اليوم اللي برجع فيه الملجأ هو اليوم الوحيد اللي ما بيبقاش هروب، بالعكس ده بيبقى الرجوع والأمان. مفيش أصعب من الغربة وسط الناس اللي تعرفه، لأن مفيش حد بيحس بيك ولا بيتوجعلك ولا عايش اللي انت عشته واللي خلى قلبي يعجز من وانا عيلة. أنا في الملجأ برجع بيتي وذكرياتي بحلوها ومرها، أصلي وفصلي هنا، لعبي وتعبي هنا، لأن ماليش غير هنا، والواحد دايما بيدور على أصله مع إن ما عنديش، بس كفاية إن ما بحسش بالغربة وأنا هنا. الملجأ هو حياتي. بقولك إيه؟ ما تخليبينيش معاك؟ بقولك إيه لعبت؟ لعبت؟ اوعى تسحبني. العب يا ابني، سيبني بقى. العب ما قطعش يا ابني، سيبني. ايه انت مين؟ انت مالك على فين؟ ها؟ خلاص ها؟ يلا يلا من هنا. ما تخافيش يا بت، امسكي المطوة دي، اللي يجي جنبك تغزيه. حاضر. اه صح كده. انت مدام حالة؟ ايوه يا فندم، انا مدام حالة. وسيادتك مين؟ انا دكتور انس جوز حالة يا فندم. ومالك بقى ومال عمك؟ انت كل شوية تهدديه؟ انا اللي بهدده يا فندم؟ ده هو اللي بيهددني على طول يا فندم. ده رفع علينا السلاح وكان عايز يموتنا. الاستاذ مجدي يعمل لك محضر بعدم التعرض كمان؟ يعني سارقني وكمان بتعملي محضر بعدم التعرض؟ شفت يا باشا؟ شفت؟ انا باكد على المحضر يا باشا. خلاص يا باشا، احنا في اخر الزمن، القيامة هتقوم خلاص. عليه العقد منه العقد. ما بنت اخويا بتتعرض لي وبتهني وبتمسك في خناقي. بس يا حالة في ايه؟ اه تصرفاتك دي اللي هتخليني ابعت المحضر للناس. يا فندم احنا اسفين، احنا اسفين، معلش. بس يا حالة اهدي معلش. انا اسف، انا اسف، انا غلطت، حقك عليا يا عمي، ولو عايز دماغك ابوسها اهو. خلاص بقى يا حالة، عموما الصبح خير. اتفضل استاذ مجدي امضي على المحضر. وانت يا مدام حالة امضي على المحضر. امضي اتفضل. صباح الخير. بقولك ايه، مفيش راحة، هنحط شنط وننزل على طول. ايه ده، وانتي ما تعبتيش من السفر؟ تعبت طبعا، وبطني اتقلبت من سواقتك، بس البحر وحشني. وحشك. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. في حجز باسم يحيى مجدي سويت. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا خالتي؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ على فكره كنت حاضره بالبنت اللي اسمها اميره دي. طب يا اخويا ما اتنقلتش عينك وضربتها ليه؟ خفت تتضايقي. ده كان يبقى يوم المونة. ده انا بتمناها بس مش عارفه اعملها عشان ابله منال، خايفه منها ده تزعل. هو صحيح انت بتقابلي مراد؟ ايه هو ده اللي صحيح؟ لا طبعا، ده هما مرتين كده وقابلته كمان بالصدفه. هي البنت دي كياده والله العظيم. ما في حد كياد غيرك، تلاقيكي خرجتي معاها عشان تغزيها.
مالك يا يحيى؟ مش عارف، حاسس بكتمة في صدري قوي. يا لهوي عليك، كتمة؟ بالذمة كل ده وكتمة؟ طب بذمتك مش مبسوط ان انا وانت لوحدينا ونتمشى دلوقتي على البحر؟ انا كده يا نسمة، لما بقف قدام البحر وببص له بحس اني لوحدي، لوحدي خالص، مفيش حد حواليا. بص عليك يا يحيى، يعني ايه لوحدك؟ واضح بقى ان انا ماليش اي لازمه في حياتك، ولا ان احنا جايين نحتفل بالبيبي. حبيبتي ما اقصدش، والله ما اقصدش، بس انا ما بحبش اسيب حاجه للظروف. دايما لما ببص للبحر بحس اني لوحدي خالص، ولما بحس اني لوحدي بحس ان في حاجه هتحصل لنا، بحس ان احنا مش هنعرف نتصرف، فبخاف، بخاف قوي يا نسمة، بخاف. طول عمرك بتقولي الكلام ده من لما كنت صغير، عارف كلامك ده فكرني لما كنت صغيره وجيت اعيش معاكم بعد بابا وماما ما ماتوا. كنا نيجي نصيف، نقف مع بعض قدام البحر، نتكلم، تسرح مني، تدخل جوه البحر، تفضل تدخل تدخل تدخل، وانا نادي عليك وانت ما تسمعنيش خالص. وانكل مجدي وطنط انصاف يفضلوا يزعقولك طول الليل عشان بليت الفلوس اللي في جيبك. فاكر يا يحيى؟ فاكر، فاكر يا نسمة. انت عارفة ان انا عمري ما حسيت بحد في العيلة دي غيرك انت؟ ازاي؟ دايما كنت بحس ان ابويا وامي دولت ربوني شفقة او تخليص حق، حاجة زي كده. من وانا صغير وانا بحس بكده في تعاملهم معايا، دايما بيبقى في حاجة ناقصة، علاقة مش كاملة، يعني نص اهتمام لما يبقى في مشكلة، نص احتفال لما ببقى فرحان ولا ناجح، دايما في حاجة ناقصة. الوحيدة الكاملة بالنسبة لي كنت انت يا نسمة. حتى لما كبرت فكرت اني اتجوز، حتى بص على كل الحاجات الكاملة اللي جواكي، رغم ان كل الناس قالوا لي ازاي تتجوزها، دي متربيه معاك، دي زي اختك. وبعدين؟ ولا قبلين اتجوزنا، وادينا جايين النهارده علشان نحتفل بحملك. بس برضو ما قلتليش ليه لما بتشوف البحر بتسرح كاني ندهنا دهتك. مش عارف، مشكلة البحر انه كبير، كبير قوي، أكبر حتى من الخيال اللي ممكن يجي في دماغ الواحد وهو واقف سرحان قدامه. غصب عني بتشدله، غصب عني بتنح قدامه، وبيجيلي نفس الخيال اللي كان بيجيلي من وأنا صغير، إن في موجة كبيرة قوي هتيجي تبلعني وتسحبني معاها وتموتني. ما بعرفش اطلع من المنظر ده يا نسمة، بحس اني مسجون جواه، بحس ان كل حاجه فيا اتشلت، حتى مخي، ما بقاش عارف انا هعمل ايه، وكل اللي بفكر فيه ساعتها ان انا لو هربت لبره الموجه هتحصلني وتقتلني برضه، ولو هربت لجوه برضه هتموتني. ما بعرفش اعمل ايه يا نسمه، بخاف فبهرب، بس ما بعرفش اهرب لبره،
بهرب لجوه. على فكرة انت زيك زي انا بالظبط، بتصحى وبتموت، بتصحى بالنهار وبتموت بالليل، بس انا برضه خايف عليك، خايف عليك تصحى في يوم ما تلاقيش لا شط ولا موج ولا ناس وتبقى لوحدك، لوحدك زي بالظبط، ما تبقاش عارف هتعمل ايه زي ما انا برضو مش عارف اعمل ايه. يحيى ما بعرفش اخرج من الحاله دي يا نسمه. يحيى ما بعرفش اخرج غير لما بتاكد ان البحر في الوقت ده ميت. يحيى مش هيقتلني النهارده. نسمه الحقني يا يحيى، مش عارف اتنفس. يحيى نسمه الحقني يا يحيى. يحيى يلا يا نطلع لسه فاكره؟ بلاش امشي بالاذن. هتروحي فين بالليل؟ ادخلي. هو حضرتك يعني لا مؤاخذه في دي الكلمه مش بتساعديني ليه عشان اوصل؟ مطنشاني كده. مطنشاكي؟ مطنشاني يعني ممكن الناس الجامده اللي انت تعرفيهم دول توصليني عن طريقهم. امال الحفلات اللي بوجهها لك دي تطلع ايه؟ حفلات نسيت، معلش حقك علي. صحرتي كيتي، كيتي، كيتي. هو ده بيتي اللي ماليش غيره، لا حد هيقدر يعاملني وحش ولا حد هيعمل واسع عليا. فعلا من خرج من داره. ياما خضتني ياض. انت من هنا؟ كنت هنا واتخرجت وباخر جبهه. طب ادخلي نشوف ورقك. انت مين الاول ياض؟ البرنس. ياما ومين جوه؟ اشرف صداقه. ده المعلم الجديد؟ المعلم الجديد. خليك انت هنا، انا هاخد محمود واروح. يلا. عمي اخو ابويا، عمي اللي ما شفتش منه غير كل شر. تعبت قوي عقبال ما وصلت له. من يجي حوالي 10 سنين كده رحت زرت بيتنا القديم، لقيته اتباع، وعرفت من الجيران ان اللي باعه عمي. اخدت العنوان اللي مكتوب في عقد البيع ورحت عليها، قابلته
أول ما شافني قال لي إن أمي في مصحة نفسية وإن أخويا مات وإن أختي تاهت وما يعرفش عنها حاجة. صدقته، تحيلت عليه إن أنا أعيش معاه، رفض بشدة، رفض حتى إن أنا أزوره في بيته. ولما طلبته بالورث رمالي 100,000 جنيه ومضاني على شيكات كتيرة قوي من ضمنها شيك بمليون جنيه. ساعتها بس شكيت فيه، حسيت إن في حاجة مش مظبوطة، وبعدين حسيت إنه مقصرش فيه صلة الرحم، فقررت إن أنا أمشي بالقانون. دي صورة من شهادة ميلادي، ودي صورة بطاقتي، ودي صورة من عقد البيع. أنا طبعاً مش هقدر أثبت إن إحنا كنا أغنياء، أو حتى أثبت إن هو استولى على ذهب أمي وفلوس أبوي. لا، أدي تنسيها لأن ملهاش ورق. طيب من الآخر كده يا متر، أنا عايزة ورثي. هنرفع قضية ميراث. أنا معرفش أبوي كان بيشتغل في إيه ولا بيشتغل فين، فهنعمل إيه بعد كده؟ يعني قضية زي دي هتاخد وقت قد إيه؟ الله أعلم، بس القواضي اللي زي دي محتاجة صبر. اللي خلاني صبرت السنين دي كلها، خليني أصبر شوية دول. إيه ياض؟ أنت ما تعرفش إن ده مكتب الأبلة منال؟ مكتب أبلة منال الصبح، بالليل أشرف صداع. مش فاكرة؟ ما يجراش. خليك شوية يا بابا. أخليني إيه؟ أنت لازم تنام. بس أنا خايفة. لا، مش احنا قلنا طول ما ربنا معانا عمرنا ما بنخاف؟ يبقى اللي ربنا معاه ايه؟ يبقى قوي وما بيخافش. طيب ونقول ايه لربنا؟ نقول احنا بنحبك يا ربنا قوي. شاطرة شاطرة. يلا نام. حبيبة نامت؟ واو. مش تسحري؟ ماليش نفس. تسحر انت؟ كمان ماليش نفس. واضح ان كل اللي في البيت ملهمش نفس لأي حاجة. معلش، كله هيعدى على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله هلاقي أمي اللي تاهت بعد ما سربوها. ان شاء الله هاخد حقي من عمي اللي نصب عليا فيه. ان شاء الله هكسب القضية من غير مشاكل. كلمة ان شاء الله بتريح. حبيبتي انا عارف ان الوضع صعب. بصي، هو الموضوع كله مسألة وقت. اكيد يعني المشكلة مش هتتحل بكرة. المشكلة ان انا مش خايفة من اللي حصل. خايفة من ايه؟ من اللي هيحصل. انت اصلك مش متخيل عمي ده عامل ازاي. انا مش عارفه رد فعله ممكن يعمل ايه لما يعرف ان احنا عملنا له قضيه. ده احنا رحنا عشان نتكلم معاه، رفع علينا سلاح وعمل لنا محضر. ولا يعمل اي حاجه، كل اللي في دماغي دي تهيؤات. والله كله هيعدي على خير ان شاء الله. وبعدين يا يحيى، احنا من ساعة ما نزلنا وانا بس اللي عمالة اتكلم. انت ما نطقتش بولا كلمة. معلش يا نسمة، مخنوق شوية من اللي حصل النهاردة، وكمان كنت قلقان عليكي. قلقان عليا من ايه بقى؟ أنا كويسة جدا، ده مجرد مغص بيحصل لأي واحدة حامل.
اسمع، انا محتاجه اتعالج صح؟ لازم اتعالج. انا بقيت انسان مش طبيعي خالص، بقيت مجنون. ممكن بلاش مبالغه، احنا جايين يومين علشان يتبسط وراجعين تاني، لازمته ايه الكلام ده؟ لازمته ان انا بقيت جبان قصاد الموت يا نسمة. شجاع في اي حاجه الا قصاد الموت، جبان. نسمة، انا بقيت بترجم اي حاجه بتحصل قدامي على انها نهايتي. اي حاجه بتحصل، لو في حد قريب مني يبقى مقرب عشان يقتلني، لو في عربيه ماشيه بسرعه يبقى هتهرسني تحت عجلها. حتى انت، حتى انت لما تعبت النهارده وكنت قريب منك خفت عليكي، اه، بس برضه خفت لا يجرى لي انا حاجه. انا مش طبيعي، مش طبيعي. عشان تعرف ان كل اللي في دماغك دي اوهام. انت لما شفتيني تعبانه بويت على البحر وتحديته، جريت عليا وحضنتني، انت نسيت خوفك من الموت وجيت عشان تطمن عليا يا يحيى. صدقني انت ما عندكش اي حاجه. اسمع، ارجوكي ارجوكي ما تبرريليش، انت مش هتعرفيني اكتر مني. اسمع، انا بقيت واصل لمرحله صعبه، بقيت واصل لمرحلة إني بشم ريحة الموت، بحسه حواليا، بحسه بيراقبني وبيراقب كل خطوة من خطواتي، بستني اللحظة المناسبة اللي أغمض فيها عيني عشان يخطفني. محدش بيعيش أكتر من اللي مكتوب له يا يحيى. بقول لك إيه؟ تيجي نلعب لعبة؟ غمض عينك، غمض، انسى كل حاجة، افتكر حاجة واحدة بس، أنا وأنت جايين هنا علشان نتبسط. انسى كل حاجة مضايقاك. تفتكري يعني أنتي مش ندمانة إنك أنتي اتجوزتيني؟ صدق أنا كنت هبقى ندمانة أكتر وأكتر لو كنت ضيعتك من إيدي. أنا بحبك أوي يا يحيى. وأنا كمان بحبك أوي. عملتي كده ليه يا بت؟ طب انت عايزاني اعمل ايه؟ اسيبه يضربني كل شويه ويرازي فيا بقى هو والعيال في الرايحه والجايه؟ ابقى ملطشه هنا. خلاص تعالي معايا من هنا. اجي معاكي فين يا ابله؟ ما انت نفسك جيتي. يلا يا لمبوحه. حاضر.